دكتور قرارات قمت باتخاذها سابقا وايقنت لاحقا انها كانت خاطئة. انا ما اعتقد ان في قرار تقدر تقول عنه خاطئ، لان القرار كونه قرار هو صح، لانك انت عجلة التحرك الى المستقبل هي القرارات. حتى في سلوكك الفردي انت تتغير حياتك باتخاذك قرارات. صحيح. وبالتأكيد لن تأخذ اي قرار وعندك ما شاء الله معلومات كاملة، ها، واضحة الصورة عندك في القرار، لان هذا مو قرار، هذا اجبار، انت مضطر ان تتبع شيء واضح يعني. فالقرار معناته فيه اختيار، وانت اخترت ان تقرر في مرحلة مبكرة، وبالتأكيد هو افضل من حالة اللا قرار. بس مرات بتكون العواقب hindsight is an exact science يعني. لما انظر الى الخلف واشوف شو اللي صار، اكيد هذه ما شاء الله عبقرية هذه، لان كل شيء صار. بس التحدي الفورسايت not hindsight. ولذلك ليس عندي قرار ندمت عليه سوى في اختيار بعض العناصر للقيادة التي لم تكن تصلح مؤهلة للقيادة. أما غير ذلك فهي مسألة اجتهاد في التحرك نحو المستقبل. وحتى إن كان خاطئا فهو فرصة للتعلم، للتجربة والخطأ، وغير يرشد قرارك المستقبلي. فما عندي ندم في هذه القضايا. دكتور، تاريخك حافل بالمغامرات الاستثمارية ولكن الناجحة. لو أخذنا على سبيل المثال التوسع في أفريقيا عندما كنت رئيس تنفيذيا في زين، شو اللي شافه الدكتور سعد البراك في تلك الفترة واللي كان يخفى على الكثير من الرؤساء التنفيذيين في شركات الاتصالات في المنطقة؟ لا، هو ما كان يخفى، هي الاستعداد للمخاطرة. يعني واضح أن أسرع منطقة في العالم نموا في قطاع الاتصالات في ذاك الوقت هي أفريقيا. يعني معدل النمو كان حوالي 50% سنويا. ما في منطقة في العالم، لأن في أفريقيا محرومة من البنى التحتية عموما، ومنها الاتصالات، وفوق ذلك الاتصالات تعوض البنى التحتية الأخرى، مثل عدم وجود ترانسبورتيشن سيستم، عدم وجود الهاتف الأرضي، عدم وجود البريد، وما فهي ليست فقط نمو في طبيعة الحاجة إلى الموبايل وهو كان كبير، إنما أيضا نمو فيه تخديم على بنى أساسية أخرى ليست موجودة في أفريقيا. تمام؟ واضح. فهي واضحة كانت للعالم، لكن العالم كان يقف موقف إنه والله أفريقيا فيها كوربشن كثير، فيها أمراض، فيها ما تقدر توظف ناس قيادات شقرة وعيونها الزرق وتروح تقعد بأفريقيا، لأن لازم تدفع لها 50 ضعف، فتكلفتها راح تكون عالية، عدم الاستقرار السياسي وما إليه. هذه المخاطرة هي التي، وعندهم أسواق مغريتهم أكثر. إحنا كنا شركة صغيرة تريد أن تبحث عن فرصة تقفز فيها قفزة نوعية. تمام؟ ما عندنا السوق الأوروبي، ولا نقدر نروح السوق الأوروبي ننافس الكبار، لأن التكلفة راح تصير أعلى بكثير، وقدرتنا على المنافسة أقل بكثير من الكبار كشركة ناشئة. ففرصتنا في الأسواق الجديدة والأسواق الناشئة، وهامش تحمل المخاطرة عندنا أعلى من غيرنا. هني الجرأة، the passion for adventure. فقلنا أن احنا عندنا سنتين هي الويندو، هي النافذة التي ما لم نتحرك فيها بسرعة، ها، سيكون هناك هجوم على أفريقيا. وهذا اللي حصل بالضبط يعني. فإحنا كان عندنا جرأة أكثر وليس عندنا بصيرة أكثر يعني. طيب دكتور، طبعا لما نتكلم كذا نتكلم عن احنا استراتيجيتنا ورؤيتنا وما شاء الله احنا عباقرة، لكن الحقيقة هي احنا أكثر تهورا من الآخرين، والتهور فادنا في القضية هذه. دكتور، سياسة التوسع عن طريق استخدام الدين خاصة للشركات الكبيرة، عن طريق الدين، استخدام الدين يعني الاقتراض لغايات التوسع، خاصة عندما نتحدث عن صفقات عملاقة، البعض قد ينظر لهذا الأمر أنه والله it could make or break الشركة نفسها،
فإلى أي مدى تؤيد استخدام الدين في الصفقات الكبيرة؟ بدون دين ليس هناك تجارة نامية، واللي فكر التفكير قاعد في البيت أحسن له، لأنه كثير من الشركات خاصة بعد الأزمة، أنت إذا بتبقى بدون دين معناته أنت قاعد تقلص مواردك المالية بشكل هائل. تمام؟ هل في حد معين مدروس لازم يكون موجود؟ لأنه كثير من الشركات بالأزمة المالية وقعت بسبب الديون اللي عليها. لا، الأزمة المالية سببها الديريفاتيفز، تمام، والسبرايم، هذا مو سببها ديون الشركات اطلاقا اطلاقا، بالعكس. هذا طبعا في لغط كثير في هذه القضية من بعض من يريد ان يروجوا لبضاعتهم، او من بعض المحافظين التقليديين الذين لا يمكن ان يبنوا بزنس نامية. في ناس متعود على انه يكون عنده مجموعة عمارات يأجرها وياخذ ايجارها الشهري، يعني عليه بالعافية، يعني ما حد قال له، بس هذه بزنس لا ينمو، بزنس تقليدي. لكن البزنس اللي تبي فيها نمو كبير وعائد كبير لابد من هامش المخاطرة يكون اكبر، ولابد من تصعيد مستوى الموارد، واهمها المورد المالي، عن طريق الاقتراض. طيب دكتور، لو قلنا لك صف نفسك بكلمة واحدة. أصف نفسي بكلمة واحدة، مش أقول كلام عندك. أعتقد أنا عاشق للإنجاز. عاشق للإنجاز. طيب كلمة توجهها للشباب العربي. الشباب العربي أقول له، أنتم لا ينقصكم شيء، فأنتم ترتكزوا على ثروة في التاريخ والثقافة والحضارة وثروة في الوجود. اليوم العالم العربي في 400 مليون نسمة، ثروة في اللغة، وعاء الحضارة الأكبر، وليس وأم ومجال الترقي وقيادة العالم مرة أخرى أمامكم واسع ومفتوح، وعليكم أن تبادروا لذلك. وأعتقد أن ثورات الربيع العربي أثبتت ما يستطيع فعله الشباب بأبسط الأسلحة التكنولوجية، السوشيال نتوركينج. فأعتقد أن أمل التغيير كله دائما على الشباب، والتجديد على الشباب تجديد للأمة ككل، ومسؤوليتهم كبيرة، والتحدي أمامهم كبيرة. هم في فرصة ذهبية، هم في فرصة لم نمنحها نحن في وقتنا. في وقتنا كنا كتونا شعوب طوها طالعة من الاستعمار، وعليها 60,000 قيد وحركتها، فكانت يعني بالماسلو كيرف اوف هايراركي اوف نيدز، كنا نتابع حاجاتنا الأساسية. اليوم عندهم فرصة لتحقيق ذواتهم، أعلى درجات الحاجات الإنسانية، فرصة كبيرة جدا، وعليهم أن يسابقوا الزمن في تحقيق ذاتهم. دكتور، معروف أنك كمان نشط في دعم مبادرات الشباب، فلو تحكينا عن هالتجربة، وكيف ممكن يتم تطوير قطاع مبادرات الشباب لما نحكي عن ريادة الأعمال على سبيل المثال؟ شوف، الحقيقة خلينا نتكلم عن بلدنا حتى لا نتكلم عن بلدان أخرى. في الكويت، الكويت نشأت كمجتمع مبادرة حرة، entrepreneurial society. ما هي الكويت؟ الكويت عبارة عن مجموعة من المهاجرين من شتى الأصقاع، حتى لا أحد يتفاخر على الثاني. اليوم استقروا في رقعة جغرافية هي يعني الأقل مواردا في العالم كله، منخفضة وحارة، حارقة وليست حارة، وليس فيها موارد، لكنهم جاءوا بحلم أن يهربوا من اللا استقرار وشظف العيش في المناطق التي هاجروا منها إلى مجتمع أكثر حرية وانفتاح. فالدي ان اي الكويتي
في الانتربرينيرشيب. ولذلك بدأوا بال إذا بنحطها بلغة هارفارد بالفاليو تشين، بدأوا بالأبسط في صيد السمك ثم الغوص للبحث عن اللؤلؤ، ولم يكتفوا بذلك، طوروا كومبيتيتيف أدفانتج، أن رأوا في جاب في الترانسبورتيشن من نقل البضائع من شرق أفريقيا إلى غرب الهند، فطوروا صناعة السفن والبوم وما إليه، وبدأوا هم الذين ينقلوا البضائع من شرق الهند، من شرق أفريقيا إلى الهند والعكس. ولذلك لما جاء لما الأدفانتج اللي عندهم اللي هي اللؤلؤ، لما طلع اللؤلؤ الصناعي بالهذا تجاوزوه لفترة من الزمن، بعدين الله سبحانه وتعالى نعم عليهم بنعمة البترول. بس نحن مجتمع مبادر، ولذلك في هذه الرقعة التي معدومة المصادر أنشأوا مجتمع ازدهر على مدى 300 عام. تمام. المطلوب من الشباب، وهذا دائما أقول للشباب الكويتي بالذات، أن يعودوا إلى الدي إن إيه الكويتي، وأنا كتبت عن ذلك، كتبت حوالي 14 حلقة اسمها الجوهرة تتراجع في جريدة الوسط، وبعدين اعتبروا بعض المقالات كأن فيها مغازي، كأن ابن المقفع قاعد يكتب بلغة الحيوان عن حالة الإنسان، وأنا ما كنت أقصد ذلك، إنما بس أقصد الشباب الكويتي بطبع مبادر. وأنت تشوف اليوم يعني أنا الحمد لله أشوف كثير من الشباب سواء في الكويت، في مصر، في العالم العربي كله، في الأردن، في لبنان، مبادرات رائعة جدا. أتكلم لك في مجالنا، في مجال التكنولوجيا والاتصالات وما إليه، بموارد جدا محدودة يعني، هذا موجود. ولذلك نجي لرأي هذا، لازم بد من بيئة حاضنة لهذه المبادرات الشبابية وهي الدولة، لأن الشباب لما يبدأ بسمول بزنس، سمول تو ميديوم بزنس، سمول تبدأ تروح إلى ميديوم، سمول تو ميديوم بزنس، الصناعات المتوسطة الصغيرة والمتوسطة توظف 65% من العمالة في الولايات المتحدة العظمى، ما بالك عندنا إنجن المكنة التي تؤدي إلى نمو أي اقتصاد هو مشروعات شبابية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه هي التي مثل ما قلت لك، إذا في أمريكا توظف 65% من العمالة في أمريكا، مو جي إي ولا مايكروسوفت ولا جنرال موتورز، ذا مام اند باب ستورز، ها الشركات اللي توظف أقل من 100 شخص اللي هي السمول، هذه 65%، هذا محور أو مكنة ازدهار ونمو أي اقتصاد. لكن لابد من وجود إطار لرعاية مبادرات الشباب، ودور الدولة، وأعتقد دور الدولة إلى اليوم غائب في العالم العربي كله، ما نتكلم عن الكويت، في العالم العربي كله. يمكن أنا التجربة الوحيدة اللي عجبتني إلى الآن هي التجربة القطرية، حقيقة عملوا شيء رائع جدا لدعم الشباب لحد الآن، وأتمنى أن نستفيد من تلك التجربة واستفيدنا العالم العربي ككل يعني. إلى هنا ننهي الحلقة الثالثة من لقائنا مع الدكتور سعد البراك.